على سؤال الأخت حول قدرة الوزارة على إسعاف المتضررين من حوادث السير في هذه الفترة. أولا أنتهز الفرصة وأوجه طلب للمسؤولين عن الأسر من آباء أو سائقين عنهم يخفوا من السرعة بهذه المناسبة، خاصة عن المسؤولية هون تقع على عواتقهم بنقل أسر بأكملها داخل البلد، وهذا تفاديا لحدوث ما لا تحمد عقباه، والحمد لله على كل حال. يا قاري لين تعود رب الأسرة فاهم عن السرعة ما هي المطلوبة، السرعة ما هي اللي توصل للهدف، ولكن الحذر والتأني، إياك الأسرة تصل بأكملها سالمة إلى الهدف اللي مقصود. على كل حال الوزارة والحكومة لن تدخر أي جهد من وضع كل ما أوتيت من وسائل تحت في خدمة المواطنين عن طريق الإدارات الجهوية في الداخل، وعن طريق اللي تدخل الاستعجالي لسامي اللي تم انطلاقه قبل أسبوعين، وإن شاء الله ربنا من عليه بخلوش. غير المسؤولية الأولى تقع على آباء الأسر والسائقين، واللي الطلب موجه لاتحادية النقل بتوجيه وطلب وتحسيس السائقين باتخاذ كل مسؤولياتهم للحد من هذه الحوادث. ملاحظة الأخ حول تهرب أو إدخال تطبيب عن بعد بأنه وسيلة لتهرب أطباء البلد من مسؤولياتهم، نحن قلنا عنه لا يحل محل تطبيب التقليدي، ولكن يسهم في تحسين أداء المنظومة الصحية، ويجد يعود ملي يساعد استفادة المرضى من التخفيف من وطأة الأمراض. إذن هذا هو اللي، وما نقدر نعود معزولين عن العالم، وخاصة في شبه المنطقة اللي نحن نتماولها، أن نعود دائما في مؤخرة الركب. إذن نحاول أن ندخل هذا التطبيب كبداية، يقال لا يحل محل التطبيب التقليدي. شكراً.